تعطينا إشارة إن شاء الله. طبعا دكتور، بإذن الله بإذن الله. إحنا احتراما للموجودين والحضور، بإمكانك تبدأ دكتور. تفضل دكتور، بسم الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. هل الصوت مسموع؟ مسموع دكتور، مسموع. حياكم الله جميعا، مرحبا بكم في هذه الفعالية العلمية الطيبة إن شاء الله، والشكر موصول للجهة المنظمة الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة، ورئيسها المهندس حاتم البشتاوي وهيئتها الإدارية والدكتور فاتح وكل القائمين عليه. بارك الله فيهم جميعا وفي جهودهم في نشر العلم والدعوة إلى الإسلام على بصيرة. استسمح الحضور الكرام في بضع دقائق قليلة من أجل تأطير هذا اللقاء المهم بالتقديم للموضوع أولا، والتعريف بالجمعية ثانيا، والتعريف كذلك بالدكتورة الفاضلة المحاضرة ثالثا قبل أن أحيل إليها الكلمة. أيها الأخوة والأخوات الكريمين والكريمات، منذ 7 سنوات أي عام 2015 كتب اقتصادي أمريكي اسمه ويليام بوتر، كبير الاقتصاديين في مجموعة سيتي جروب المصرفية وأستاذ الاقتصاد في جامعة بريستول البريطانية، مقالا مثيرا حقيقة بعنوان لماذا يجب على الاقتصاديين أن يحبوا أو يولعوا بالتمويل الإسلامي. Why economists and economies should love Islamic finance. وهو مقال يعبر عن الاهتمام الغربي المتزايد بمبادئ التمويل الإسلامي ومنتجاته المتعددة وفي مقدمتها الصكوك. وعام 2010 صرح اقتصادي أمريكي آخر ورائد علم التسويق عالمياً فيليب كوتلر في كتابه الأخير ماركتينج 3 قائلاً: حين وضعت نظرية الجديدة حول علم التسويق من خلال القيم والمبادئ لم أكن أعرف كثيراً عن الإسلام، قال، ولكن اكتشفت أن النظرية التي وضعتها كانت مبنية على أسس الشريعة والمعاملات الإسلامية. وعقب اندلاع الأزمة المالية الأخيرة عام 2008 نصح الاقتصادي جوزيف ستيكليتس الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد ورئيس لجنة الأمم المتحدة المكلفة بإصلاح النظام الاقتصادي العالمي، نصح العالم بضرورة الالتفات إلى مبادئ الشريعة التمويل الإسلامي للخروج من الأزمة. وفي ثمانينات القرن الماضي كتب الاقتصادي الفرنسي موريس ألي كتاباً بعنوان الشروط النقدية لاقتصاديات الأسواق، أشار فيه إلى أن تحقيق الاستقرار المالي في الاقتصاد الدولي مرهون بشرطين أساسيين هما تخفيض الفائدة إلى حدود الصفر وتخفيض الضريبة إلى حدود 2%، وهو ما يتطابق إلى حد ما مع مبادئ الشريعة الإسلامية. لقي هذا الكتاب صدى عالميا واسعا عفوا، وترجم إلى لغات عديدة ومنها اللغة العربية عن طريق المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، واستدعي السيد موريس ألي إلى إلقاء محاضرة في البنك في مقر البنك سنة 1994، وذكر للحاضرين والمستمعين هذين الشرطين. فقال له أحدهم: يا أستاذ ألي، نحن عندنا في القرآن هذين الشرطان أو هذين الشرطين، أي إبطال الفائدة، إبطال الربا، وفرض الزكاة منذ 14 قرن أو ما يزيد، ولكن حالنا كما قال الشاعر كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. ومن جانب آخر وفي علاقة بموضوعنا اليوم أي الصكوك الإسلامية وأهميتها في تمويل الاقتصاد وتحقيق التنمية، صرح وزير الخزانة البريطانية الأسبق الإليستر دارلينغ
بقوله لا يمكن معالجة عجز الميزانية دون الاستعانة بالصكوك الإسلامية، كما أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية قراراً يسمح بالمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامية في السوق المنظم الفرنسي. أردت أيها الأخوة والأخوات، أردت من إيراد هذه الشهادات الدولية المهمة الوصول إلى خلاصتين بسرعة. الأولى أن المسلمين يمتلكون نهجاً اقتصادياً فريداً ومتميزاً وحتى معجزاً، لأنه رباني المصدر ولا يمكن أن يضاهيه نهج بشري آخر، فقط لو أفلح المسلمون في تعميقه وحسن تسويقه. والثانية، الخلاصة الثانية، أن الصناعة المالية الإسلامية المعاصرة ورغم بعض المؤاخذات والتحفظات التي تحف بسلامة التنزيل وحسن التطبيق قد حققت نجاحات عديدة، لا سيما على صعيد تطوير هندسة مالية إسلامية تحرص على الجمع بين الكفاءة الاقتصادية والمصداقية الشرعية، على غرار هندسة السكوك التي أضحت تستقطب اهتماماً دولياً متزايداً نظراً لدورها المتميز في تمويل التنمية المرتكز على القاعدة الشرعية الذهبية الغنم بالغرم والخرج بالضمان، وهو ما يعني تقاسم المخاطر بدلاً من تحويل المخاطر. في هذا الإطار يندرج تنظيم هذه الفعالية العلمية اليوم من قبل الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة. هذه الجمعية كما يعلم الكثير منكم تعمل في حقل الدعوة منذ إنشائها عام 2010، وتسعى إلى فتح آفاق العمل الدعوي واستخدام الأساليب العصرية والحديثة عبر مدخل الإعجاز العلمي والتشريعي وغيره وغيرهما من مجالات الإعجاز. ولا شك أن الإعجاز الاقتصادي وتبيان مختلف أوجهه وصوره يندرج في صلب الإعجاز التشريعي والعلمي أيضا، ولا شك كذلك أن تبيان منتجات الهندسة المالية الإسلامية وفي مقدمتها السكوك ودوره في تمويل التنمية وجه من الأوجه الحديثة للإعجاز الاقتصادي الذي تضمنته الشريعة الإسلامية الغراء. ولذلك جعلت الجمعية في صلب مهامها استقطاب العلماء المختصين في هذه المجالات وإقامة الملتقيات ونشر الأبحاث والمقالات وعقد الندوات والمحاضرات في مختلف هذه القضايا، وقد بلغ عدد المحاضرات التي نظمتها الجمعية ما يربو عن 160 محاضرة علمية و21 يوم دراسي علمي شارك فيها المئات من العلماء والباحثين من مختلف العلوم الإسلامية ومن جميع الدول العربية والإسلامية. ومن ضمن هذه النشاطات يأتي تنظيم هذه الفعالية هذا اليوم. أجدد شكري للقائمين على الجمعية وأرحب بالمحاضرة الدكتورة خولة النوباني، وهي في الحقيقة غنية عن التعريف. عفوا، الدكتورة خولة متخصصة في المصارف والتمويل الإسلامي، حائزة على درجة البكالوريوس في الفقه الإسلامي وأصوله، ودرجة البكالوريوس أيضا في القانون، ونالت درجة الدكتوراه من جامعة العلوم المالية والمصرفية. عملت كمساعد للأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا، ساهمت في إعداد قانون السكوك الإسلامي الأردني، وراجعت مسودات قوانين أخرى لبلدان أخرى في مجال السكوك، وقدمت العديد من الدورات التدريبية والمحاضرات حول السكوك في عدة دول. لديها العديد من البحوث المنشورة والمقالات المتخصصة في الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية، دربت متخصصين في هذا القطاع من كوادر البنوك المركزية والمصارف الإسلامية والشركات، درست كذلك مادة الاقتصاد الإسلامي في كلية الأعمال في الجامعة الأردنية كمحاضر غير متفرغ. قبل أن أترك الكلمة الآن للدكتورة خولة لإلقاء محاضرتها، أرجو من الأخوة والأخوات الكرام الحاضرين أو المشاركين في هذا الويبينار كتابة الاسم، لا تنسوا من كتابة الاسم، التخصص العلمي والبلد والهاتف والبريد الإلكتروني للتواصل معكم مستقبلا إن شاء الله. إذن الكلمة الآن للدكتورة خولة لمدة إن شاء الله لا تتجاوز 45-50 دقيقة، وبعد الاستماع إليها نعود لإدارة الحوار عبر تفاعلاتكم وأسئلتكم. فضلي دكتورة خولة. جزيل الشكر دكتور محمد، و
يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني الشكر الجزيل للجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة ممثلة برئيسها الدكتور أو الأستاذ حاتم البشتاوي وكل الكوادر التي ساعدت على تنظيم هذه المحاضرة، بالإضافة للحضور الكريم الذي تواجد معنا من مختلف أنحاء البلاد وكذلك خارجها. موضوع الصكوك غالباً ما يكون موضوع جامد بالنسبة للكثيرين، ولكن بالنسبة لنا هو موضوع يحقق أبعاداً كثيرة في الاقتصاد الإسلامي، وكذلك بالنسبة لواقع الحال في التطبيقات العملية له إن أخذ بجدية. أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد النوري، ونعلم بأننا في الميدان جميعاً نعمل على قدم وساق، ونسأل الله تعالى القبول. أنت تعمل في فرنسا وفي تونس وفي أماكن أخرى متعددة لنشر هذه الثقافة عملياً على الأرض، وهذا ما نسعد به دائماً، وندعو الله تعالى أن يزيد من الكوادر التي تحرص على نشر الاقتصاد الإسلامي بقواعده الأساسية وتطبيقاته التي تنسجم مع روح الشريعة الإسلامية. يعني أستأذن الأستاذ فاتح بأن يعني يعطوني الكوهوست عشان أعمل شير للسكرين لشرائح العرض حتى نسهل على الجميع أنه يكونوا معنا في هذا الشرح المبسط لموضوع الصكوك وعلاقتها بالتنمية. دكتور أنت هوست، حطي كوست المهندس، وحكى لي حطي كوست، تفضلي. لحظة شوي. عم بحاول إنه أشير البرزنتيشن، بس لحظات معلش أنا آسفة. واضحة البرزنتيشن؟ نعم نعم واضحة واضحة. أما نعم. عملها فول سكرين. واضحة دكتورة، بارك الله فيك. تمام. الآن يعني أحسنت. مثل ما هو معروف لدينا بأن الصكوك الإسلامية يعني لها تعريفات متعددة طبعا صادرة سواء في القانون أو بالنسبة لجهات المعايير الإسلامية أو هيئات ومؤسسات جامعة البحرين وكذلك مجمع الفقه الإسلامي في جدة. لكن ما أود لفت النظر إليه بأن الصكوك الإسلامية لن تؤدي الغرض المأمول إلا بجزئية بسيطة في حال ما كان الاقتصاد الإسلامي غير شمولي وغير متكامل، وبالتالي لا نحملها ما لا تطيق، وإنما نذكر ميزاتها وخصائصها ودورها في التنمية في نماذج عالمية حدثت للتحفيز على أن تكون الصكوك الإسلامية لها وضعها على أرض الواقع في الاقتصاد سواء المحلي أو على المستوى الدولي. مثل ما بنعرف جميعاً بأنه يعني ما نحاول عرضه اليوم اللي هو مفهوم التنمية بين الشريعة والاقتصاد الوضعي وكذلك مفهوم ومبادئ الصكوك الإسلامية والفرق بين الصكوك الإسلامية وبين الأوراق المالية وواقع الصكوك الإسلامية في العالم حالياً، كذلك أهمية ومميزات الصكوك الإسلامية بالإضافة لحالات دراسية. ومن الأهمية بما كان موضوع الحالات الدراسية التي حققت تنمية على صعيد البلدان المختلفة، نذكر منها ثلاث حالات تقريباً، ولكن الآن على الوقت المختصر لأن الصكوك كما تعلمون يعني عالم بحد ذاته وتمثل مدرسة من مدارس التمويل وتجمع جميع خصائص التمويل الإسلامي، يعني
دائما ما أقول من تعلم الصكوك الإسلامية فقد تعلم جميع أدوات التمويل الإسلامي وأدرك مغزاها وأدرك أبعادها أيضا، لأن الصكوك الإسلامية تشتمل على عقود التمويل الإسلامي مجتمعة، وبالتالي نحن بحاجة فعلا لأن نتفقه في هذا المجال بالإضافة الإجراءات العملية لإصدارات الصكوك، لكن إحنا في صدد المحاور التي ذكرتها حفاظاً على الوقت، ولأترك المجال للسادة الحضور بالمناقشة. الآن نتحدث عن التنمية، البعد التنموي بالنسبة للصكوك الإسلامية. التنمية بين الشريعة والاقتصاد الوضعي، هناك فوارق جذرية ويعني فوارق تعتبر علامة فارقة في عالم الاقتصاد ما بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي. التنمية في الاقتصاد الإسلامي عملية تطوير وتحسين وتغيير للأفضل مستمرة، وهي بذلك شاملة ما دامت الحياة. هدفها يعني الكلي أو الهدف الأساس هو تحقيق مفهوم الاستخلاف على الأرض من خلال الإعمار، إعمار الأرض وإعمار الإنسان، وذلك ضمن تعاون وتبادل عادل بين الأمم، وهي فعل مرتبط برابط وثيق ما بين الأبعاد العقائدية وتحقيق الحياة الطيبة في الدنيا كما هي في الآخرة. التنمية في المفهوم الوضعي تختلف باختلافات جذرية، مع أنها قد تلتقي في بعض الأمور، لكنها كما نعلم مرتبطة بمؤشرات اقتصادية مادية بحتة يتم قياسها بالإنتاج الكمي والربحي بغض النظر عن الأبعاد الإنسانية التي قد لا تكون مرئية في المقاييس المعتمدة في الاقتصاديات الوضعية. بالتالي قد تتحقق زيادة في الإنتاج الكمي والأرباح المادية، ولكن على حساب البيئة والإنسان معا، وذلك ما نشهد حاليا في عالمنا. بنعرف جميعا بأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي استحدثا أقسام خاصة للاقتصاد الأخلاقي، ومع الأزمات المتكررة في النظام الرأسمالي وجدنا بأن هناك التفاتة حقيقية وجذرية قدمت لها دكتور محمد النوري في بعض المعطيات لكتاب وخبراء اقتصاديين عالميين لا يدينون بدين الإسلام، ولكن اعترفوا بأن هذا الدين فيه من المقومات ما يؤول أو ما تكون نتائج محققة لرفاهية الإنسان بشكل عادل وأخلاقي، وهذا ما نفتقده في الاقتصاديات الوضعية. نحن لا نتحدث بعاطفة مطلقة، كما أننا لا نتحدث بالإحصائيات الأخيرة التي وردت عن حجم الدين العالمي اللي هو تجاوز 350 تقريبا بالمئة من الناتج المحلي، من الناتج القومي أو من الناتج عفوا العالمي، الدخل العالمي القومي والناتج العالمي القومي. هذه الإحصائيات ملفتة للغاية بأنها قائمة على الديون، والديون غالبا ما أسقطت كثير من للأسف من الاقتصاديات، ونعلم قصص يعني كثيرة في بعض البلدان. وفي الأزمة المالية الأخيرة الديون ماذا فعلت في العالم؟ الديون الغير مرتكزة على أصول حقيقية. الاقتصاد الإسلامي هذه النقطة أو الفارق الحقيقي، بالإضافة إلى أنه اقتصاد حلال بمعنى خال من الربا ومن تمويل الأمور المحرمة، وصكوك الإسلامية تنسجم انسجاما تاما مع هذه المعطيات. الآن بالنسبة لمفهوم ومبادئ الصكوك الإسلامية، أخذنا التعريف من القانون، من قانون الصكوك الإسلامية الأردني الذي صدر بعام 2012، وهذا التعريف كان مستمدا من تعريف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية في المالية الإسلامية في البحرين الأيوفي، وكذلك من تعريف مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة. عرفوا القانون الأردني للصكوك بأنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية المشروع تصدر بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق عوائده لمدة تحدد في نشرة الإصدار وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.
ومن خلال هذا التعريف لا أريد أن أطيل في شرح التعريف، وإنما المسألة مفتوحة للنقاش. من خلال هذا التعريف نجد بأن الصكوك الإسلامية فعلاً كانت أو حقيقة هي بديل للخصخصة أو نظام الخصخصة الوضعي الذي أدى إلى بيع كثير من ممتلكات الدول، وبالتالي استغنت عن أصول كانت يعني الأصل فيها أن تبقى للأجيال وأن تستمر، ولكنها بيعت تحت مظلة موضوع الخصخصة. الصكوك الإسلامية محددة مدتها، أي تعاد الأملاك أو المشاريع في نهاية المطاف إن كانت مشاريع للدولة، تعاد هذه الأصول للدولة، وبالتالي نحافظ على ملكية الأجيال التالية لها. للصكوك خصوصية من حيث المفهوم، أولاً تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها الاستثمارية، والتي تحرم التعامل بالربا أخذاً وعطاءً. ونحن نعرف أننا مؤمنين تماماً بأن الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وبالتالي هذه الأداة محمية بحماية ربانية، أو الأدوات التمويلية الإسلامية محمية بهذه الحماية، ولكن الشرط أن تنطبق عليها جميع الشروط الشرعية دون تهاون فيها، بغض النظر عن هذه الشروط واصطدامها مع واقع الحال في بعض التصرفات. أيضاً التداول بالدين محظور، لذلك الصكوك القائمة على المرابحة كما تعلمون لا يمكن تداولها في الأسواق المالية إلا بشروط معينة. تأتي العائدات للصكوك من نهج استثماري حقيقي خال من الربا. الصكوك أيضاً تتناسب جيداً أو تتوافق 100% مع التعاليم الإسلامية المتعلقة بالمخاطر ومفهوم المشاركة. بالنسبة لسؤال دائماً يطرح دائماً من الاقتصاديين الوضعيين أو من تشربوا الاقتصاد الوضعي من خلال التعليم أو من خلال ممارساتهم على أرض الواقع، ونعلم بأننا في دول تنتهج الاقتصاد المالي المختلط، بمعنى أن لديها مؤسسات مالية رأسمالية وكذلك لديها مؤسسات مالية إسلامية، كما هو الحال في معظم الدول الإسلامية بل في أغلبها. لماذا الصكوك الإسلامية بينما لدينا أدوات مالية تقليدية أخرى؟ أولاً، نحن بحاجة لاستقطاب القطاعات التي تسعى للاستثمارات والربح الحلال، وبالتالي هؤلاء الأفراد إن لم تفتح لهم النافذة أو أغلقت النافذة في وجههم، بالتالي عطلنا أموال لا يستهان بها، وهذا ما سمعته في بريطانيا وفي سنغافورة وفي دول متعددة حول العالم، أن الأموال الإسلامية بحاجة لنوافذ استثمارية إسلامية وتمويلية إسلامية، والصكوك تعتبر يعني أداة لاستقطاب الأموال الضخمة وتوظيفها أيضاً في الأنشطة من بنى تحتية ومشاريع ضخمة. لها أسعار منافسة في حال الإصدارات المتكررة، لأن البعض يعتقد بأنه السندات أرخص، فلماذا لا نتجه للسندات؟ أيضاً يمكن تصنيفها من قبل وكالات تصنيف عالمية، بل هو إجباري في حال الإصدارات الدولية، يمكن إدراجها وتداولها في الأسواق المالية، وبالتالي أتاحت للحكومات والشركات الحصول على تمويلات مشروعة، أي تمويلات حلال تساعدها في التوسع في نشاطاتها وأنشطتها. أيضاً الصكوك ذات أبعاد تنموية مؤثرة في الاقتصاد الكلي للدولة. عندما نقول بأن الصكوك تمول قطاعات مهمة، سواء قطاعات مختصة بالطاقة أو مختصة بالمواصلات أو بالاتصالات أو غيرها، هذه الاقتصاديات أو هذه المشاريع مهمة جداً في التوظيف على مستوى موضوع البطالة، ومهمة أيضاً في الناتج المحلي الإجمالي، ذلك بالاستفادة من رؤوس الأموال التي تعزف عن المشاركة في المشاريع التي تمول ربوياً، المساعدة في إدارة السيولة على مستوى الاقتصاد الكلي، وأيضاً تنمية الوعي الادخاري بين الجمهور، لأنه المواطن العادي إن تم يعني إقناعه بوسيلة أو بنافذة استثمارية تحقق
له أرباح وعوائد حلال، بالتالي أنت تستقطب مدخرات الأفراد كما تستقطب أيضاً السيولة الموجودة على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية التي تزيد عن 2 تريليون في العالم من سيولة تحتاج لتوظيفات إسلامية من خلال المؤسسات المالية الإسلامية. أيضاً المساعدة في تطوير أسواق المال المحلية والعالمية، لأنه من أسباب نجاح هذه الأداة أن يكون لها نافذة للبيع والشراء من خلال الأسواق المالية، وبالتالي نستطيع التسهيل المباشر بالنسبة للمستثمر عندما يحتاج لذلك. في نقاط مهمة أساسية في هذا العرض، بأن الصكوك الإسلامية والفرق بينها وبين الأدوات المالية التقليدية، نعلم بأن الأسهم قد يكون منها أسهم صادرة عن شركات إسلامية بالكامل، وقد تكون شركات غير إسلامية أو بمعنى مختلط التمويل فيها من مؤسسات ربوية وكذلك مؤسسات أخرى، أو والفرد يقع في حيرة بأمره في هذا الأمر. الصكوك الإسلامية تعتبر يعني إسلامية بالكامل إن طبقت كما قلت عبرة ضمن المعايير والشروط التي تتحقق فيها إسلاميتها. السندات كما نعلم هي ورقة مالية أيضاً، ما بدي أطيل في شرح السندات، لكنها أوراق مالية تعتبر قرضاً في ذمة مصدرها، وبالتالي من كلمة قرض نعلم بأنها دين على المصدر، وهي تحدد فيها الفوائد سلفاً، وبالتالي الفوائد بمعنى الربا، وهذا هو المحرم فيها بالإضافة لأمور أخرى، لأنها لا تنتبه إن كان الاستثمار حلال أو غير حلال. خصائص السندات إنه السند شهادة دين على المصدر إلى أجل محدد في هذا العقد، يحصل حامل السند على فائدة ربوية ثابتة محددة سلفاً في السندات وتصرف في تاريخ استحقاقها، لا يحق لحامل السند المشاركة في إدارة الشركة ولا حضور الجمعية العامة للمساهمين ونحو ذلك. بالنسبة للصكوك الإسلامية كيف تتفق وكيف تختلف معها؟ كلا الأداتين تعتبر من أدوات توفير أو امتصاص السيولة، بحيث تكون يعني تصلح لأن تكون أداة من أدوات السياسة النقدية، وأيضاً كلتا الأداتين أداة للسيولة قصيرة أو طويلة الأجل بحسب نشرة الإصدار. كل من الصكوك الإسلامية والسندات التقليدية يحتاجان إلى سوق ثانوية لتطوير التعامل بهما. الاختلاف الجوهري في أن الصكوك تستند إلى أصول وتوزع أرباحاً غير ربوية ناتجة عن مشاريع حقيقية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي المستثمر يعتبر شريكاً في الربح كما هو شريكاً في الخسارة. الفروق الرئيسية بين الصكوك والأسهم، أيضاً الأسهم ورقة مالية، لا نريد أن نطيل، ولكن الفرق الرئيسي ما بين الصكوك كورقة مالية والأسهم أيضاً كورقة مالية بأننا نتحرى الحلال في كل خطوة فيها، أي أن الصكوك يجب أن تراقب شرعياً من بداية الإصدار وما قبله في دراسة الجدوى لحين الإطفاء، وبالتالي هي تخضع لرقابة شرعية بحكم القانون، ويجب أن تكون هناك هيئة شرعية لمراقبة إصدار الصكوك من البداية حتى النهاية. هلا بالنسبة لواقع التمويل الإسلامي والصكوك في العالم، أحب أن أشير دائما إلى أن التمويل الإسلامي لا يرتبط فقط في البنوك الإسلامية، ذلك من الظلم أن نقول بأن الاقتصاد الإسلامي مرتبط فقط في البنوك. الاقتصاد الإسلامي يعتبر يعني له بنية قوية جدا متماسكة من قطاعات ربحية وكذلك قطاعات خيرية، بمعنى أن مؤسسات صناعة المال الإسلامي جزء منها المصارف الإسلامية ومؤسسات التمويل الإسلامي، التأمين التكافلي أو الإسلامي، والصناديق الاستثمارية الإسلامية، وكذلك الصكوك الإسلامية. أما المؤسسات الخيرية فهي على رأسها الزكاة والوقف. بالنسبة لواقع التمويل الإسلامي في العالم، حقق طبعاً نمواً متزايداً لفت الأنظار. الآن ترى صندوق النقد والبنك الدولي يعني من خلال هاتين المؤسستين الدوليتين تعطى الأوامر لدول أخرى بفتح المجال للاقتصاد الإسلامي ممثلاً بالمصارف وممثلاً بالصكوك الإسلامية، خاصة الصكوك الإسلامية.
نمت أصول المصارف الإسلامية من نحو 1.3 تريليون دولار إلى ما يقارب 3 تريليون دولار. زاد عدد المؤسسات المالية الإسلامية ليصل اليوم إلى أكثر من 700 مؤسسة تعمل في 60 دولة حول العالم، 250 مؤسسة منها في دول الخليج العربي و100 في الدول العربية الأخرى بحسب الإحصائيات، دول عربية وأجنبية عفوا. يتراوح حجم إصدار الصكوك الإسلامية العالمية بحسب ستاندرد أمبور بين 140 مليار دولار و155 مليار دولار لعام 21، مقارنة ب 139.8 مليار دولار في عام 2020. كذلك وكالة موديز أوضحت بأن إصدارات الصكوك الإسلامية العالمية بلغت 90.6 مليار دولار في النصف الأول من 21، وأذكر هذه المعلومة للتأكيد على الزيادة التي حصلت بمقدار 5% من 86.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2020، كل ذلك بدعم من بيع صكوك إسلامية من الحكومتين الماليزية والسعودية. وأشير هنا إنه ماليزيا والسعودية تصدرت الإصدارات في العالم الإسلامي والعالم أجمع. بذلك بحسب التقارير تشكل الصكوك ما يقارب 4% من الأصول الإسلامية بالعالم، وهذا يعني نسبة لا يستهان بها. أيضا نعود لميزات الصكوك. لماذا الصكوك وهذا الالتفات العالمي إلها؟ أولاً أداة مالية إسلامية تساعد على امتصاص السيولة كما ذكرنا، وتمول العجز العام في ميزانية الدول. أيضاً أداة مرنة لتمويل المشاريع الضخمة والتي تحتاج إليها الأسواق الناشئة. هناك دراسات عن المنطقة بعد هذه الحروب وبعد هذه الإخفاقات السياسية بحاجة هذه الدول الإسلامية لبنى تحتية وإعادة بناء لبعض المناطق، إعادة بناء كاملة. وهذه الإحصائيات تشير إلى أهمية تواجد التمويل الإسلامي بقوة في هذه المناطق لضخ الأموال عبر الصكوك الإسلامية، ولكننا بحاجة طبعا لبنية تحتية للصكوك ذاتها من خلال القوانين المحلية. أداة تمويلية تعبر عن الحلول المبتكرة في التمويل الإسلامي وتنفي عن التمويل الإسلامي التقليد والمحدودية، لأنه كثير من الأدوات ومنها حتى أدوات مرتكزة عليها المصارف الإسلامية جوبهت أو وجهت بكثير من الانتقادات بأنها تعتبر تقليد للأدوات المالية التقليدية باختلاف بسيط قد لا يتجاوز موضوع المسمى. وهذه أمور خطيرة جدا نعلمها كمتخصصين ويعلمها كثير من عموم الناس، ولكن بحاجة أيضا لمحاضرات للتوضيح. تتنوع الصكوك الإسلامية تنوعا فريدا وتمثل باختصار فكر التمويل الإسلامي، لأني كما ذكرت وبدون مبالغة من يدرس الصكوك الإسلامية فكأنما درس التمويل الإسلامي بشموليته. تصلح الصكوك الإسلامية كما ذكرنا أداة للسياسة النقدية، وهي أداة ذات منافع مرتبطة بالمصدر والمستثمر معا. أيضا الصكوك ذات جاذبية لأنها الأكثر نموا بين الأدوات المالية الإسلامية والأكثر تحقيقا للأرباح، وأيضا إضافة إلى العوائد أنها في حدود الدنيا للمخاطر. طبعا كما نعلم هي الأداة الأكثر شهرة في الإعلان عن منافع وأخلاقيات التمويل الإسلامي، لأنها باختصار مشاركة في المخاطر بين حامل الصك والمصدر. أيضا تدعم سلة الأدوات النقدية للحكومات وتقدم حلولا خاصة في الأنظمة المالية المختلطة. طبعا هذه كل عبارة فيها تحتاج إلى شرح طويل، ولكن نحاول الاختصار قدر الإمكان. كما نعلم بأن هناك متطلبات إصدار أساسية، ومنها وجود بنية تشريعية وأخرى قانونية. نحن بحاجة لقانون، وذلك ما حدث في الأردن واقتدت فيه بعض الدول الأخرى بشكل متسارع، لأنه كنا نحتكم إلى القانون الأجنبي وغالباً القانون البريطاني، وفي نهاية المطاف لا نستطيع تحكيم الشريعة بالشكل المطلوب في حال أي خلاف حصل في الإصدارات. للصكوك الإسلامية عوامل نجاح، أعتقد بأنه هل لدي وقت الدكتور محمد؟ الوقت المتبقي لي نعم، مازال حوالي 25 دقيقة.
بالنسبة لعوامل نجاح إصدارات السكوك، يفترض في أي دولة تنتهج هذا النهج، يعني نحن جميعاً نعلم بأن جميع الدول تقريباً الإسلامية قد أصدرت سكوكاً، خاصة من لديها قانون محلي لإصدارات السكوك. العمل على الاستفادة من التجارب السابقة في إصدارات السكوك، ويعني في كثير من الأمثلة على ذلك، لأنه من المفضل أن نبدأ من حيث انتهى الآخرين وأن لا نبدأ من الصفر، وهذا استفاد منه كثير من الدول عبر هذا النهج. استفادت من إصدارات ماليزيا، والبعض، أنا أعتبر ماليزيا في هذا الخصوص مدرسة بذاتها، وكذلك السودان. السودان يعني يجب يعني أن نعزو الفضل لأهله. بداية أو نواة إصدارات السكوك وفكر السكوك في العالم انطلق من السودان. التنفيذ حصل صحيح، التنفيذ اللي اشتهر عالميا في ماليزيا، ولكن نقول بأنها كان لها الفضل الأول في إثراء سواء المكتبة الإسلامية التمويلية الإسلامية، أو في إثراء واقع الحال من التجارب التي حصلت في السودان، من خلال عندما كان النظام أسلم، أو النظام المالي الإسلامي، أو النظام المالي في السودان مؤسلم بالكامل. ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي والمتعلقة بإصدارات السكوك، وأيضا تشكيل لجنة عليا على مستوى الدولة تكون مهماتها دراسة كل ما يتعلق بإصدار السكوك وتسهيل مهمة الإصدار. أيضا وجود معالجة قانونية واضحة ومتفقة مع الشريعة لحالات التعثر، وأيضا والأهم تبني الدولة لرؤية وطنية طويلة الأمد لدعم السياسات النقدية، وليس مجرد أداة مؤقتة لتوفير السيولة أو امتصاصها. مهم جدا التخطيط قبل الإصدار. الآن يعني من الأشياء يعني تستوقفني دائما عندما تكون هناك حالات يعني نجاح مؤثرة وملفتة للنظر حول العالم. ومن الحالات التي شهدناها بأم أعيننا، وكان الدكتور محمد النور في ذلك الوقت معنا، الحالة الدراسية لسد مروي في السودان. هذا السد يعني كما نعلم السدود مولدة للطاقة الكهربائية، بالإضافة لمهمات أخرى الكل يعلمها. السدود تعتبر من البنى التحتية أو المشاريع الضخمة التي تحتاج لتمويلات ضخمة، وهذا التمويل لهذا السد جزئياً حدث في السكوك. التوازن الحاصل في توفير أدوات مالية إسلامية لجذب وتوفير السيولة وتحفيز مفهوم الشراكة الاستثمارية، وكذلك جذب الأموال الأجنبية. عادة ما نوظف أموالنا في الخارج ولا نوظفها في الداخل، وهذه نقطة مهمة جدا في موضوع السكوك. السكوك لها بعد وطني، وكثيرا ما أذكر ذلك في الدول التي أو في المؤسسات الكبرى التي نقوم على تدريبها، أن السكوك الإسلامية ذات بعد وطني أو معززة للانتماء الوطني. المشروع الذي يشارك فيه الإنسان المتواضع بمدخراته المتواضعة، إن فتح له الباب لن يهدمه مهما حصل، لأنه يعتبر نفسه شريكا في الإنجاز وشريكا في تحقيقه. فبالتالي السكوك عندما تفتح للعامة، السكوك على مستوى القطاع الخاص والعام، تحقق انتماء وطنيا، أعتقد بأنه ضروري في الفترة الحالية، لأنه البعد أو بعد الانتماء الوطني الآن مربك بالنسبة للشباب. ولكن من خلال أدوات التمويل الإسلامي نستطيع أن نحفز هذا الانتماء، والسكوك الإسلامية خير شاهد على هذا الموضوع إن فتح المجال للقطاعات الخاصة وللأفراد ليشاركوا أو ليكونوا مستثمرين في السوق الوطنية. التوازن الحاصل كما ذكرت في توفير أدوات مالية إسلامية لجذب وتوفير سيولة وتحفيز مفهوم الشراكة الاستثمارية وجذب الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى دعم مشاريع تنموية حقيقية عبر السكوك الإسلامية، ينعكس مباشر على المواطن كما ذكرت، ويساهم في تحقيق أثر إيجابي تنموي. بالتالي تتوسع الأنشطة الاقتصادية على أصعدة عدة،
والصكوك الإسلامية من الممكن توجيهها بسهولة لضبط الإنفاق الرأسمالي في موازنة الدولة. سد مروي، الحالة التي نتحدث عنها، موجود في السودان. سد مروي ممول جزئياً بالصكوك الإسلامية من قبل حكومة السودان التنظيم كان، مول السد بما يقارب 2 مليار دولار من صناديق عربية ومؤسسات صينية. ساهم السد في إحداث نقلة نوعية في المنطقة المحيطة من حيث خفض كلفة فاتورة الكهرباء للقطاع الزراعي بما يقارب 30%، ولد طاقة كهربائية تقدر ب 1250 ميجا وات، ساعد في عملية الري الانسيابي. والأهم من ذلك أن المنطقة كانت الأطفال فيها لا يتعلمون أو لا يذهبون للمدارس لأن الأهالي يستخدمونهم لنقل المياه من النيل إلى أماكن تواجدهم والتي تبعد فعلياً عن منطقة سكناهم. هذا السد ساهم في انسياب المياه لهذه البيوت وبالتالي ساعد في أن يذهب هؤلاء الأطفال إلى التعليم وأن ينضبطوا في مدارسهم وأن يكون لهم مساكن ثابتة. السد في الحقيقة برؤيته وبمشاهدة ما حدث من نقلة نوعية عبر أفلام عرضت في منطقة السد ورأينا ذلك أيضاً، أحدث نقلة نوعية يعني تمثل بعداً تنموياً استثنائياً على مستوى تلك المنطقة. أيضاً هناك حالة دراسية لصكوك خزانة إحسان وهي ذات أثر اجتماعي. أذكر بتفاصيل هذا الإصدار والذي أطلقته هيئة الأوراق المالية في ماليزيا. أطلقت أولى المؤسسات المسؤولة اجتماعياً Social Responsibility Institution بتاريخ 8/2014 لتسهيل تمويل المبادرات الاستثمارية الاجتماعية وتصعيد استخدام الصكوك والسندات الخضراء أو Green صكوك أو Green Bonds في ذلك الوقت، وذلك لتمويل شريحة واسعة من الأنشطة المستدامة كمشاريع البنى التحتية والأعمال الصغيرة والمتوسطة والأعمال الصديقة للبيئة والتي تحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري والذي يعاني منه العالم الآن، وتحسن مستوى المعيشة ومشاريع التعليم والتطور الاقتصادي. هذا البرنامج صكوك خزانة إحسان هو أول برنامج حاز على إجازة من هيئة الأوراق المالية في ماليزيا تحت مظلة المؤسسات المسؤولة اجتماعياً SRI. أصدرت خزانة 100 مليون رينجت دفعة في 5/2015، وكانت عمر هذا الصك في هذه الإصدار 7 سنوات. وصفت حصيلة الإصدار الافتتاحي بصكوك إحسان الأولي تم استخدامها لتمويل المدارس تحت مسمى برنامج مدارس الثقة 2015، وهذا يمثل أيضاً انسجام التمويل الإسلامي مع الخطط الحكومية. أسست لهذه الغاية مؤسسة تحت اسم يايزن هبة، وهي منظمة غير ربحية بالشراكة مع خزانة لتحسين الوصول لجودة تعليمية في المدارس الحكومية الماليزية من خلال شراكة القطاعين العام والخاص مع وزارة التربية والتعليم. مع نهاية 2014 وصل برنامج المدرسة الثقة ليغطي 30 مدرسة في كوالالمبور وجوهور وسرواك، وصل تأثيره لأكثر من 20,000 طالب على الصعيد الوطني. يتم قياس النموذج Pay for Success، وهو نموذج طبعاً يعتبر من له مؤشرات أداء يعني محددة سلفاً في الـ KPI والتي يتم تقييمها على مدى 5 سنوات. يعني ما بيترك المشروع هيك لوحده سواء حقق أو أخفق، حقق إنجاز أو أخفق في الإنجاز، وإنما تتم مراقبته عبر مؤشرات الأداء، وبالتالي ذلك أيضاً من باب الرقابة على أداء الصكوك. يعد التعديل جزء من الالتزام الاجتماعي لهذه الصكوك، يعني أي تعديل في الخطة انسجاماً مع تحقيق الأهداف، وبالتالي تأثير اجتماعي إيجابي متولد عن برنامج المدرسة الثقة في ماليزيا، والذي نأمل أن يكون له نماذج عربية طبعاً. الشرح البسيط اللي موجود في هذا السلايد اللي هو يعني مؤشر الأداء التقاء كلياً أو جزئياً مع تحقق الأهداف، وكيف أن هذا المشروع مراقب عبر هذه المؤشرات الأداء.
في النقطة الملفتة للنظر في هذا الاستثمار أن صكوك إحسان أيضاً تسمح لمالكيها بتحويل استثماراتهم فيما بعد إلى تبرع عند أي نقطة من تاريخ الاستحقاق، وذلك بالتنازل عما يمثله الصك من حصة مشاعة في الأصل باعتبارها وسيلة من التبرع بالمبلغ للمدارس، وينال المستثمرون إعفاءات ضريبية من الحكومة، وإذا توافقت الـ KPI سيحصل المستثمر على قسيمة تعويض ضريبي من الحكومة عند انخفاض العائدات، وبالتالي تحفيز يعني مهم جداً بالنسبة للمستثمرين للمساهمة في مثل هذه الإصدارات. من المتوقع أن يقوم التمويل الإسلامي المستدام بدور أكبر في ماليزيا، حيث يساند تعهد ماليزيا بتقديم مساهمة وطنية محددة للحد من نسبة انبعاث غازات الاحتباس الحراري إلى إجمالي الناتج المحلي بمقدار 45% قبل عام 2030، وهذا متفق عليه مع الأمم المتحدة، وبذلك تحقق ماليزيا التزاماً نوعياً أمام متطلبات المحافظة على البيئة دولياً من خلال إصدارات متعددة لصكوك خضراء، وتسعى من خلال تنويع أدوات الاستثمار والتمويل بما فيها الصكوك الخضراء لخدمة هذا التوجه وتحقيق غاياتها وأهدافها لعام 2030. وهذا ملفت جدا كما قلت في توافق الأداء الحكومي أو الأهداف الحكومية مع التمويل الإسلامي. بذلك تم إيجاد فرصة جديدة لماليزيا لزيادة التمويل الأخضر فيها مع أول إصدار لصك أخضر في العالم عام 2017 عفواً، زاد ذلك من تصدر ماليزيا لمنظومة التمويل الإسلامي المستدام. وطبعاً هناك عدة أمثلة كثيرة على هذا الموضوع، ونلفت النظر إلى أن حتى دول الخليج والدول الأخرى وظفت الصكوك الإسلامية لصالح تمويل تنموي مستدام، منها تمويل للطائرات، ومنها تمويل للمطارات، ومنها تمويل لسكك حديدية، ومشاريع ضخمة أخرى ساهمت فعلياً في تنمية اقتصادية وتشغيل للأيدي العاملة، وبالتالي ساهمت في البعد يعني التقليل من البطالة المنتشرة حالياً. وأيضاً التمويل الأخضر ساهم أيضاً في المساعدة في موضوع الأزمة الأخيرة أو الحاصل الآن في العالم من موضوع كورونا والتأثير الاقتصادي الذي لم يكن محسوبا من قبل، مخاطر غير محسوبة وغير متوقعة، تداخل معها التمويل الإسلامي لتحقيق إنجازات طبية أفضل وانتشار لمراكز طبية من خلال التمويل الإسلامي. وبهذا أنهي هذه المحاضرة، أسأل الله تعالى أن تكون مقبولة في الأرض كما هي بإذن الله مقبولة في السماء، وأن يسخرنا دائماً لنشر هذا الوعي في التمويل الإسلامي وفي الاقتصاد الإسلامي ككل. شكراً لك دكتور محمد. الآن يعني نفتح باب الأسئلة إن وجدت. شكراً دكتورة حولة، بارك الله فيك على هذه المحاضرة القيمة والمثمرة إن شاء الله، والحقيقة فيها من المعلومات الغزيرة المفيدة للمتخصصين وغير المتخصصين. فقط أريد أن أذكر ألخص ما ذكرته الدكتورة خولة باختصار لإثراء الحوار وحسن التفاعل من قبل الأخوة والأخوات الحاضرين. السكوك معناها تبينت الدكتورة خولة أن السكوك مجال واسع وشامل لكافة العقود المالية الشرعية، بحيث الذي يدرس السكوك كأنه درس كل منتجات المالية الإسلامية بدون استثناء، وتناولت مفهوم الفرق بين مفهوم التنمية ومفهوم التنمية في الاقتصاد الإسلامي والتنمية في الاقتصاد الوضعي، والفارق الحقيقي بين فلسفة التمويل الإسلامي والتمويل الوضعي، وهو الاستناد إلى الأصول الحقيقية وليس الارتباط بالديون وفقط. أيضا معناها قامت بتعريف السكوك من تعريف تقني فني ربما يحتاج إلى توضيح أكثر من حسب الأسئلة من الأخوة الحاضرين. بيّنت أن السكوك هي حقيقة يمكن أن يكون بديلا عن سياسات الخوصصة التي دمرت الأصول والممتلكات الحكومية في العديد من البلدان التي طبقت ذلك، وبيّنت خصائص السكوك
ومن خصائصها الأساسية هي منع التداول بالدين، وشرحت فوائد الصكوك ومزاياها والفرق بين الصكوك والأدوات المالية الأخرى من الأسهم وسندات، وقدمت خاصة حالات عملية دراسية عملية واقعية سواء في السودان سد مروي أو في خزانة إحسان الماليزية، وبينت أن الصكوك في هذا المجال تعتبر أداة استثمار مسؤول اجتماعيا وأخلاقيا، ليس فقط مسؤول اجتماعيا نعم، ولكن مسؤول اجتماعيا وأخلاقيا. شكرا جزيلا للدكتورة خولة وبارك الله فيك وزادك الله علما إن شاء الله، والآن أفسح المجال للتفاعل مع المحاضرة من خلال تعقيباتكم وملاحظاتكم وأسئلتكم. تفضلوا سيدي، ارفعوا باليد او بالإشارة. تفضل، من يريد ان يتكلم؟ طيب تسمحوا لي بالمداخلة؟ تفضل دكتور وسام. بارك الله فيك دكتور محمد على حسن التقديم والعرض الموجز للموضوع، وبنشكر الدكتورة على عرضها المفصل لعملية السكوك. بس هي لي سؤال لفضيلة الدكتورة اللي هي قضية الصكوك، أنها تبدأ بالمضاربة والمشاركة وتنتهي بأي عقد، يعني أن الصكوك هي صكوك استصناع استثمار إيجارة سلم، يعني أي صك من الصكوك. وهاي اللي إحنا بنعانيه في المصارف الإسلامية، وأنا بحكي عنها على مستوى الأردن، إنه لا يسمح المصرف الإسلامي أن يكون صاحب الصك شريك في الربح للمصرف، يعني المصرف الإسلامي يقوم بإبرام العقد منفردا اللي هو المرابحة الاستصناع الإيجارة دون النظر إلى الصكوك. والدولة يعني ما عمري سمعت أن مثلا في الأردن أنها طرحت صكوك إسلامية لأي موضوع معين. فممكن الآن لو بشكل فردي، هل يمكن للإنسان لشخص عادي القيام بمشروع مثلا بعقد استصناع في البناء وطرح الصك عن طريق الدولة؟ وضح وجهة نظري أنا دكتورة. نعم الدكتورة ستجيبك إن شاء الله. واضح السؤال، في بدك أوضح المراد من كلامي؟ يعني أنا يعني إذا سمحت لي دكتور محمد الإجابة مباشرة، ولم نأخذ الأسئلة وبالنهاية منجيب على الأسئلة مرة واحدة. والله يبدو نأخذ ثلاثة أسئلة ثم نتفاعل معها حتى لا نتوه كثيرا، نأخذ مداخلتين أخرتين ثم بعد ذلك ترد الدكتورة ونواصل جولة أخرى من أو جولات أخرى من الحوار إن شاء الله في حدود نصف ساعة أو 40 دقيقة حتى نستوفي الوقت إن شاء الله. فضلوا، من يريد أن يسأل أو يتفاعل أو يعقب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مرحبا. السلام عليكم. مرحبا أستاذ رضا. مرحبا أستاذ. أنا جنت مش رجل. عندي سؤالين بدي أسأل الدكتورة عن الودائع، هل الودائع حلال أم حرام؟ أو البنك الإسلامي إحنا الأردني اللي عندنا موجود، لما بدك تروح مثلا تشتري شغلة فهو بيشتريها وبعدين بيبيعك إياها، هل هاي فيها شبهة حرام؟ يعني بتكون مثلا بدي أشتري سيارة ب10,000، هو بيشتريها وبيبيعني إياها ب12,000، طب ليش ما أعطاني ال10,000 وأنا أشتري فيهم السيارة؟ ليش بشتريها هو بعدين برجع ببيعني إياها؟ هل فيها هاي شبهة حرام؟ وشكرا، يعطيك ألف عافية. عافيك. شكرا. في كمان الدكتور إبراهيم أديب. السلام عليكم. أشكر الدكتورة على محاضرتها القيمة، ونشكر الجمعية على هذه المبادرة الطيبة. وحقيقة يعني ما تكلمت به الدكتورة هي خطوة وإنجاز نحو مؤسسة الاقتصاد الإسلامي والتحول من الأساليب التقليدية إلى الأساليب المعاصرة، وهذا إنجاز يحسب له. مع ذلك يعني نحتاج إلى مزيد من الخطوات في هذا المجال،
الصكوك الإسلامية هي خطوة بالاتجاه الصحيح، وربما ساهمت في حل جزء مهم من مشكلة التمويل الإسلامي، وإن شاء الله تكون خطوة لتطوير أدوات مالية أخرى على مستويات أدنى. أريد أن أطرح مشكلة ربما هي موضوع يعني تداول المال أو موضوع الأموال المكتنزة التي تتسم بها المجتمعات الإسلامية. احنا نعرف أن معظم الناس حتى من لديهم يعني متوسطي الدخل لديهم مدخرات بسبب يعني الثقافة التي يعني لا تشجع على التعامل مع المصارف التجارية. ما زالت الحلول المطروحة يعني حتى الصكوك الإسلامية تستهدف المشاريع الضخمة، وربما يعني تحتاج إلى تطوير من أجل استهداف صغار المدخرين الذين يكتنزون المال لحين أن يعني تتاح لهم فرصة بناء منزل أو شراء شيء يعني مرتفع الثمن قد يعني يقضى عمر طويل من حياتهم. في هذه الفئة وهذه الطائفة من الأفراد في المجتمعات الإسلامية تشكل نسبة عالية جدا. هل هناك أفكار أو حلول من أجل يعني استيعاب مدخراتهم؟ لأن يعني كما نعرف في الاقتصاد الاكتناز هو عدو التنمية وعدو توليد الدخل، وما نحتاجه ربما هو تسريع تداول النقود. ما زالت النقود المستخدمة في المجتمعات الإسلامية هي نقود ربوية، يعني هناك سعر فائدة على هذه الوحدات النقدية. بحاجة إلى أن يعني نطور وسائل دفع تخلو من الفائدة وتستخدم يعني بشكل أسرع في السوق، يعني ممكن أن تستخدم في التداول. يعني ما زالت الصكوك الإسلامية لا تصلح للاستخدام في التداول، فهل هناك خطوات باتجاه إصدار وحدات نقدية خالية من الفوائد وتصلح للاستخدام في التداول وممكن أن تستوعب مدخرات صغار المنتجين، وما هي يعني استراتيجية بهذا الاتجاه؟ وشكرا جزيلا. شكرا دكتور أديب، شكرا، بارك الله فيك. نتوقف عند على الأسئلة الآن، نترك نترك الإجابة للدكتورة خولة ثم نعود من جديد للأسئلة. عفوا دكتور أحمد، إذا ممكن تؤجل إذا فيه إمكان طبعا تؤجل السؤال إلى الجولة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لكم، شكرا لك دكتور محمد، وكذلك للإخوة يعني المتداخلين والذين سألوا أسئلة ربما يعني بعضهم من المتخصصين وبعضهم من العامة. يعني السؤال الأول، وددت أن يعني أعرف الاسم لكن للأسف لم يعني سامحني إذا الدكتور سأل الدكتور وسام الطيطي رئيس قسم الفقه في الجامعة الإسلامية بمينيسوتا في أمريكا، أستاذ أصول فقه. أهلا دكتور وسام. يعني السؤال حول الصكوك بأنها تبدأ بالمضاربة والمشاركة وتنتهي بأي عقد، وأيضا أنه ذكر على مستوى الأردن لا يسمح المصرف الإسلامي أن يكون المستثمر شريك في الربح كما هو شريك في الخسارة. يعني إن كنت لم ألتقط السؤال بالشكل الصحيح رجاء تصحيحي. الدولة يذكر بأن الدولة الأردنية في الأردن لم يصدر صكوك، وأيضا سأل بهل يمكن القيام بذلك من الأفراد، أن يصدر الفرد صكا خاصا أو يجمع الأموال عن طريق الصكوك. إذا كان الأسئلة بهذا المعنى فرجاء التأكيد. نعم دكتورة، هاي اللي شكرا دكتور مسام. على كل الأحوال يعني مسألة إنه القضية الصكوك تبدأ بالمضاربة والمشاركة ثم تنتهي بأي عقد أو يكون الإطفاء بأي عقد، يعني استهجن يعني مثل هذا التصور. الصكوك تبنى على عقد إسلامي واضح، وقد يكون تكون الصكوك مبنية على عدة عقود، وهو ما نسميه بالهايبريد صكوك أو الصكوك الهجينة، وبالتالي جميع أو حالة الإطفاء تنسجم تماما مع هذه العقود الإسلامية، ولا يجوز أن يعني تكون لا عنها. الحالة يمكن اللي ذكرها بحاجة لتوضيح أكثر، وأن يرسل لي سؤال تفصيلي حول هذا الموضوع.
لأنه لم أشهد أو بحد علمي المتواضع لم تمر علي حالة من الصكوك يقال بأنها بدأت بصك ثم انتهت بصك بعقد ثم انتهت بعقد آخر. حتى في القانون المسألة غير منسجمة تماما. دكتورة أوضح وجهة نظري أنا في الصكوك. الآن شركة المضاربة تقوم على رأس مال وعمل. صحيح. أنا كمستثمر صغير وإلي حصة في الصك. الآن أنا بدي أشتري الصك في شركة معينة. الآن لابد من هناك هيئة تدير هذه الصكوك. صحيح. أليس كذلك؟ صحيح. فالآن انطبقت معنا شركة المضاربة على الصك. أنا دفعت رأس مال كصاحب صك، والآن في جهة مخولة إنها تدير الأموال الناتجة عن الصكوك، فهي بدأت مضاربة وتنتهي بالمرابحة. فالآن أي صك إسلامي هو إما مشاركة أو شركة مضاربة، ومن ثم يتحول من قبل المصرف إلى عقد استصناع، إلى عقد سلم، إلى عقد مرابحة. هكذا التصور للصكوك. لأنه أنا بدي أشتري صك من أي جهة، أنا الآن دفعت رأس مال وأصبح إلي حصة في الشركة وقابل للربح والخسارة، أليس كذلك؟ دكتور وسام، بالنسبة لهيكلة الصك إحنا تجاوزناها طبعا بالمحاضرة نظرا لضيق الوقت. بالنسبة للهيكلة واللي ذكرته بأن هناك هيئة تدير الصك أو تشرف على الصك اللي هي SPV، الشركة ذات الغرض الخاص، الدخول في هذه التفاصيل يمكن بيبعد المحاضرة عن المحاور الرئيسية اللي ذكرناها. أنا بهمني جدا أنك تعرف عند شراء الصك، الصك مبني على عقود إسلامية غير مقتصرة فقط على المرابحة والمضاربة. العقود الإسلامية قد تشمل عدة عقود كما ذكرت، مش بالضرورة أنه يكون ممكن أن يكون هناك عقد رئيسي كمضاربة أو مرابحة، لكن هناك عدة عقود تقوم بها الشركة سواء بارتباطها مع شركة مقاولات أو غيره لتنفيذ هذه المشاريع بحسب نوعية المشروع. وبالتالي هناك تفاصيل متعددة لمسألة هيكلة الإصدار، وممكن يعني لو كان سمح الوقت كان عرضنا هيكلة لإصدار يعني دخلت في جميع هذه العقود، والمستثمر يوكل الشركة ذات الغرض الخاص بأن تشتري أو تساهم أو تشرف وتدير هذا الصك نيابة عنه. وبالتالي في عقد، في عدة عقود متداخلة، مش عقد واحد ولا اثنين، في عدة عقود متداخلة في موضوع الإصدارات، وقد تنبني أيضا على عقد وحيد مثل المرابحة. بالنسبة لسؤالك حول أنه على مستوى الأردن لا يسمح المصرف الإسلامي أن يكون المستثمر شريك في الربح، يعني هذه غريبة. إحنا في نص القانون، في نص قانون الصكوك، أن ينص في نشرة الإصدار على أن المستثمر أو حامل الصك شريك في الربح والخسارة، بالرغم من أن الإصدارات بالإجمال تكون مدروسة بعناية. أغلب الإصدارات معدود على أصابع اليد موضوع الإخفاقات في الصكوك، أغلب الإصدارات تعتبر إصدارات ناجحة وتحقق أرباحاً للمستثمرين، وهذه الأرباح طبعاً تتفاوت بحسب العقود اللي موجودة. ممكن أن يكون في نشرة الإصدار نص على النسبة المتوقعة، وممكن يكون النص على النسبة بذاتها بحسب العقد الإسلامي اللي موجود. يعني بالمرابحة بقدر أحكي لك إنه هذا المشروع قد يحقق ربحا بمبلغ كذا، وبالتالي حصة المستثمر أو حامل الصك محسومة من البدايات، أيضا بالإجارة محسومة من البدايات. لكن في عقود أخرى مثل المضاربة والمشاركة وغيرها لا يكون الربح محسوم من البداية، وبالتالي يعبر عنه في نشرة الإصدار على أنه نسبة متوقعة للربح بحسب دراسة الجدوى لهذا المشروع. بالنسبة للأردن صدر لدينا لغاية اللحظة والآن في يعني إصدار جديد ثالث، لكن الإصدارات الأولى أتحدث عنها، صدر الصك الأول لصالح شركة الكهرباء وكان بقيمة 150 مليون دينار أردني على قسمين أو على دفعتين. الإصدار الأول كان ب 75 مليون والإصدار الثاني بقيمة 75 مليون وبني على أساس عقد المرابحة. هذا الإصدار الأول. الإصدار الثاني كان لصالح
وزارة المالية بقيمة تقريبا 30 مليون. هذا الإصدار كان مبني على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وبالتالي عندنا إصدارين أساساً في الأردن، ويفترض أنه كان في أعتقد في العام الماضي كان إطفاء أحدهما. دكتورة إذا سمحتي لي بدي يعني استحمليني بس أنا من قضية التوضيح إنه المصرف الإسلامي شركة ربحية. طبعاً. المبدأ اللي المبدأ اللي أنا بقول فيه إنه ما دام هو شركة ربحية لا يسمح للعميل إنه يكون هو مشارك له في الربح، فلذلك هو بتحيد طرح الصكوك الإسلامية في أي عقد. فبدل ما يطرح هو الصك الإسلامي بيعقد العقد مباشرة مع العميل، وبكون الربح كل هامش الربح للمصرف الإسلامي. أنا هذا اللي قصدته. يعني الآن لو نيجي مثلا على البنك الإسلامي الأردني، هل طرح صكوك إسلامية في أي مشروع للعملاء؟ البنك الإسلامي الأردني والبنوك الأخرى بدون ذكر مسميات طبعاً، إحنا بنتحرى هون إنه ما نذكرش الأسماء، لكن هون مهم جداً إنه نحكي المستثمر الأساسي في الإصدارات الحكومية السيادية للصكوك، المستثمر الأساسي هو البنوك، لأنه الأموال هذه ضخمة جداً، ما بتجمع من أفراد، تجمع من مؤسسات على رأسها البنوك، وبالتالي البنوك الإسلامية أخذت حصة الأسد في الاستثمارات في الصكوك الإسلامية. وأساساً لا يمكن يعني بنظرة سريعة لا يمكن جمع مثل هذه الأموال إلا من استقطاب السيولة في البنوك الإسلامية وغيرها. كمان بحب أؤكد هون إنه المصارف الصكوك الإسلامية أو البنوك الإسلامية لا تستهدف المستثمر المسلم فقط، إنما هي لجميع الديانات ولجميع الانتماءات، كل منهم مهيأ لأن يكون مستثمراً في الصكوك الإسلامية وغيرها من الأدوات الاستثمارية الإسلامية. الاقتصاد الإسلامي مفتوح ومنفتح على جميع الأديان، ما بيقتصر على المسلمين فقط، وبالتالي المشاركين في الصكوك في إصدارات الصكوك السيادية قد يكونوا من بنوك إسلامية وقد يكونوا من بنوك غير إسلامية أو من أفراد أو مؤسسات مش بالضرورة أصحابها يكونوا مسلمين. بالتالي هذا الموضوع يعني أنا بتمنى إذا كان في حوارات أخرى عشان ما نظلم الآخرين، إذا كان في حوار آخر يعني أنا بحط على الشات الإيميل وممكن التواصل مباشرة في أي سؤال بيستدعي تفاصيل أكثر، وحتى يمكن أفهم على السؤال أكثر. سؤالك هل يمكن القيام بذلك من الأفراد؟ طبعاً حسب القانون، يعني إحنا بنعرف إن القانون الصكوك الإسلامية الأردني فتح المجال أمام الإصدارات السيادية أي الصادرة عن الدولة، وأمام الإصدارات الصادرة عن المؤسسات أي من القطاع الخاص، وبالتالي المستثمر من الأفراد توظيف المدخرات. هذا بيتدخل مع السؤال الثالث أو سؤال الـ يعني الدكتور كان أو الأستاذ إبراهيم أديب بيتدخل معه، بأنه فعلا هون بيفتح المجال للأفراد من خلال المساهمة بهذه المؤسسات أو من خلال الاستثمار في هذه المؤسسات إنه يكون في إلهم طريق غير مباشر للاستثمار في الصكوك الصادرة عن القطاع الخاص بشكل من الأشكال. وبالتالي سؤال الأخ الأستاذ إبراهيم، معلش أستاذ رضا اصبري علينا شوي، بس هذه الأسئلة اللي هي في صلب المحاضرة، الأستاذ إبراهيم لما بيقول عن تداول المال المكتنز، وفعلا أنا بحيي هذا الطرح، لأن الأموال المكتنزة أساسا في الشريعة الإسلامية بنعرف في آراء يعني متشددة جدا في هذا الخصوص، في هناك من حرم تماما اكتناز المال من أحد الصحابة الأجلاء، وأيضا الاكتناز أو مفهوم الاكتناز بيختلف وبيفترق عن مفهوم الادخار. الادخار في نسب معينة لمواجهة مخاطر معينة محسوبة، أما موضوع الاكتناز فهو الخوف من بذل المال أو توظيف المال في استثمارات معينة. الأخ السائل الأستاذ إبراهيم بيقول إنه استيعاب مدخرات الأفراد، وفعلا إحنا ذكرناها في أثناء عرض السلايدات، بأن الصكوك تساعد على يعني تعزيز الادخار لدى الأفراد، لأنهم عارفين وين النافذة اللي بدهم يحطوا فيها أموالهم المدخرة لاستثمارها، وفي قواعد استثمارية كتير للأموال المكتنزة أو الأموال المدخرة. المكتنزة طبعاً مثل ما اتفقنا إنه يجب أن لا يكون المال هو حرصنا الأوحد في حياتنا، وأنه هو حد الأمان، مش المال هو حد الأمان. لذلك يدفعنا الإسلام دفعاً للاستثمار، استثمار أموالنا المدخرة
وأن نبتعد قدر ما يمكن عن الاكتناز بالمطلق. وبالتالي عندما يذكر بأنه استيعاب مدخرات الأفراد ويتمنى علينا طبعاً وإحنا من ضمن صوتنا لصوته بأن يكون هناك هندسة لأدوات مالية إسلامية مبتكرة، وبصراحة هناك موجود عدة نوافذ لاستثمارات الأفراد من خلال البنوك أو المؤسسات المالية الإسلامية، ولكن دائماً ما نؤكد على أننا بحاجة لنوافذ أكثر وضوحاً، يعني الإجراءات على سبيل المثال في موضوع الوقف أو في موضوع السكوك، الإجراءات غير واضحة لعموم الناس وكأنها مقتصرة على بعض الفئات اللي هي تهتم حقيقة في الاستثمار، فقط الاستثمار هو تخصصها، لكن إحنا بحاجة لاستثمارات تلامس واقع الحال وتلامس احتياجات الأفراد بحيث نستطيع استقطابها لتوظيفها في مشاريع يعني تلامس حاجات الأفراد وتوظف هؤلاء الأفراد وتساهم في الحد من البطالة بشكل من الأشكال. وهناك الكثير من التحفيزات ودراسات كثيرة في موضوع التمويل الإسلامي وتوظيفه لصالح التمويلات المتوسطة والقصيرة الأجل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإيصال هذه الأموال لهؤلاء الأفراد حسب يعني طرق آمنة وتحقق الكفاءة من خلال هذه المشاريع. ذكر بأنه إحنا بحاجة إلى استراتيجية في هذا الاتجاه، وإحنا بصراحة بيستوقفني مثل هذا الكلام لأنه عادة نستهجن الحديث في الاستراتيجيات طويلة أو قصيرة الأمد، وإحنا مش على خطة واضحة عادة في التمويل الإسلامي، يعني ما يعني الدولة الفريق التوجهها فريد من نوعه كان في هذا الخصوص هي ماليزيا، ويعني أحب أن أذكر بأن هناك كان خطة استراتيجية عشرية لعشر سنوات تراجع كل ثلاث سنوات وأشهر قليلة، تراجع بحيث إنها ماشية على التراك الصحيح لتحقق الأهداف ولا لا، وبالتالي يتم التعديل عليها لحد ما هذه الخطة الاستراتيجية آتت أكلها. وإحنا دائما بنقول أنه التمويل الإسلامي أو غيره من التوجهات في الاقتصاد الإسلامي بحاجة فعلياً لقرار سياسي، وهذا ما حظيت به ماليزيا من خلال مهاتير وأفكار مهاتير تطبيقها على أرض الواقع. بالتالي إحنا اللي ذكره الأستاذ إبراهيم يعني أحييه بشدة، ذكروا عن توظيف الأموال المكتنزة وعن موضوع المدخرات، التمويل الإسلامي بذاته يسعى لتحقق ذلك، وعرضناه على عجالة في موضوع البرزنتيشن اللي كانت معروضة أمامكم. بالنسبة للأستاذة أو الأخت رضا وسؤالها هل الودائع حلال أو حرام، رجاءً أخت رضا وكذلك من يعني يطرح مثل هذه الطروحات، أن نؤمن بمؤسساتنا الإسلامية وأن نضع الثقة في هيئاتها الشرعية، وأن نعلم بأن الودائع في المؤسسات المالية الإسلامية مراقبة شرعياً وبالتالي مؤكد بأنها حلال، وإعادة السؤال في هذا الخصوص تهز الثقة نوعا ما بالنسبة للجمهور المتعاملين مع المؤسسات المالية الإسلامية، ونحن بحاجة لأن نضخ الثقة في هذه المؤسسات. زيادة الوعي مطلوب، لكن أن نبتعد بالوعي إلى أو نبتعد بالثقافة إلى أمور تشكل شبهات حول المؤسسات المالية الإسلامية من الصعوبة بمكان أن تكون هذه موجودة لدى عموم الناس. وأكد على أن السؤال حق، ولكن يجب أن يكون في أطر سليمة، لأن التشكيك في المؤسسات المالية الإسلامية أو أعمالها بدون أدلة واضحة وبدون ثقافة راسخة تؤهلك للحكم على هذا الموضوع تكون صعبة جدا. ونعلم بأن هيئات الفتوى في الدول وفي غيرها سؤال المتخصصين مطلوب، ولكن بالنسبة للودائع حلال أو حرام في مؤسسات مالية إسلامية هذا السؤال في غير مكانه، لأنها بمؤكد أنها حلال والاستثمار فيها حلال. هذا ما أستطيع قوله بالنسبة للثلاثة أسئلة، وإن كان هناك أي دكتور محمد تفضل. شكرا شكرا شكرا، واضحة الصورة واضحة جدا. الكلمة الآن للدكتور أحمد نمر لو سمح السؤال إذا كان مازال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن ألتقي وأن أسمع هذه المعلومات القيمة
من أساتذة أفاضل أمثالكم، بارك الله فيكم وفي أعمالكم وجعله الله في ميزان الحسنات. النقطة التي أود أن أتساءل عنها فضيلة الدكتور محمد وفضيلة الدكتورة، عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي لا يخلو من هذه الدراسات وهذه الاستراتيجيات التي يفترض أن تدعمها السياسات التي تفضلت بها المحاضرة. عندنا التمويل ونحن من نملك أموال العالم من خلال ثرواتنا النفطية والتي تتوزع في شرقا وغربا، لماذا نحن لا نستطيع أن نقوم بهذه الأدوات التي هي من صميم شريعتنا ومن صميم ديننا ومن صميم اقتصادنا المحلي والذي يخدم القضايا الاجتماعية التي تفضلت بها الدكتورة والتي يجب أن نقوم بها نحن قبل أن ندعو إليها الآخرين، سواء كان من شريعتنا أو من شرائع أخرى. لماذا لا نقوم بها نحن؟ النسب والنماذج التي طرحتها الدكتورة الفاضلة أرقام متواضعة، إن كان في الأردن أو في ماليزيا، لماذا هذا التباطؤ؟ هل هناك من مبررات؟ هل تحتاج أن نقنع المواطنين العاديين بالاقتناع بالصكوك وليس لهم أي دور؟ كما أشارت الدكتورة أنه لازم أن يكون من خلال المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى حتى تتحقق الأمور، التمويل المطلوبة بالأحجام المطلوبة. تساؤلات كبيرة، كلما تحدثنا كلما تزادت التساؤلات، أرجو التوضيح وللحديث بقية. شكرا يا دكتور أحمد، بارك الله فيك. بس دكتور قبل ما نكمل الأسئلة، إذا في مجال الإخوة الذين يلتحقون بنا لأول مرة في المحاضرات يسجلوا أسماءهم وأرقام هواتفهم والإيميلات حتى نتواصل معكم ونستفيد من خبراتكم. والدكتورة طبعا دكتورة حول الناس بتطالب بالإيميل، لو تكتبيه على الشات لو تتكرمي، بارك الله فيكم. شكرا دكتور فاتح على هذه الرسالة، واضحة مكتوبة كتابة وقلناها شفاهة، فرجاء وضع كل المعلومات والبيانات الخاصة على في الموقع المخصص للاستفادة. طيب، من يريد أن يتدخل أو يسأل؟ هل هناك سؤال ثاني؟ ولا نعطي الدكتورة تجيب على تتفاعل مع هواجس الدكتور أحمد؟ طبعاً نحن نفخر بوجود الدكتورة يعني بهذه المعلومات العظيمة التي أدلت بها، وهي بالمناسبة هي مبدعة ومبتكرة في الأردن، يعني مصنفة من المبتكرات في الأردن. جزاكم الله خيراً. نعم، بارك الله فيكم. نعم، لها جائزة التنمية المستدامة دكتورة، أظن فيما أذكر الجائزة التي حظيتم بها، الاقتصاد المستدام أو ما شابه، أظن صح؟ شاركنا في محاضرات حول الاقتصاد المستدام، صحيح، وحول الأوقاف، والآن هناك عدة مبادرات بإذن الله تعالى لاستنهاض موضوع الاقتصاد الإسلامي في الأردن على مستوى الأردن وعلى مستوى دول أخرى للمشاركة في ذلك بإذن الله. نعم. دكتور محمد، أجيب على سؤال الدكتور أحمد إذا تكرمت. تفضل. الدكتور أحمد مشكورا، يعني يحاول وضع اليد على الجرح، ودائما ما للاقتصاد الإسلامي والحديث عن الاقتصاد الإسلامي شجون، وأهمها بأننا نرى فائدة المتحققة
والتي نراها وكأنها أمام أعيننا بالرغم من عدم تحققها لعدم تكاملية هذا الطرح. هناك الكثير من المبادرات باتجاه تحقيق الاقتصاد الإسلامي بمعناه الشمولي الواسع وليس بمعناه فقط المقتصر على الصكوك الإسلامية. هو يقول بأنه عالمنا الإسلامي بحاجة لمثل هذا النوع من الاستثمارات والتوظيفات والأدوات أيضاً. وأقول له بأنه فعلاً هناك كثير من يعني لنقولها بصراحة بأنه الاقتصاد الإسلامي كما ذكرت بداية بأنه إن لم يكن هناك دعم سياسي واضح لهذه المؤسسات وهذه المبادرات فلن نجد على أرض الواقع في وضعنا الحالي فلن نجد هناك أثر. نحن بحاجة إلى أن يكون للاقتصاد الإسلامي أثر متكامل، والأثر المتكامل بجمع المؤسسات الربحية والمؤسسات الخيرية وأن تكون هناك آليات يعني ضمن الاستراتيجيات التي نتحدث عنها بحيث تتحقق الأهداف الكلية لمثل هذه الطروحات، وهذه طروحات حياة وليست طروحات على مجرد كما ذكرنا مجرد أبعاد اقتصادية ربحية فقط، وإنما يساندها أيضاً الموضوع الخيري والذي يحقق أرباحاً ليست بعد النقود وإنما بعد الأثر في المجتمعات الإسلامية. هو ذكر بأنه يعني عالمنا العربي مليء بالدراسات فعلاً وأكد على ذلك وبأنه هذه الأدوات يجب أن نوظفها لأنها من صميم شريعتنا الإسلامية الغراء وأن نحاول دعوة الداخل قبل الخارج لمثل هذه الاستثمارات. طبعاً صحيح وهذا ما نفعل وهذه المحاضرة ما تفعل جزءاً منه. تكامل العمل ضروري يا دكتور أحمد كما تعلم، ودائماً ما نترك الأبواب في هذا الاتجاه، ودائماً ما يعني من صفاتنا أننا لا نيأس بهذا الخصوص، ودائما ما نحاول أن نعزز ما نؤمن به سواء على مستوى فردي أو على مستوى مؤسساتي أو على مستوى التأثير في صانع القرار. من المهم جدا أن يكون صانع القرار جنبا إلى جنب مع من يؤمنون بهذه الأدوات أو إن شئت بهذا الأسلوب الاقتصادي وهو أسلوب حياة كما ذكرت. بالتالي يعني لا أقول إلا أنه كل في موقعه يجب أن يسعى إلى الحلال، وبداية سعيه إلى الحلال سواء في الكسب أو في الاستثمار هذه بداية لتحقق اقتصاد إسلامي حقيقي في منزله، ومن ثم الانطلاق لأبعد من ذلك من خلال يعني نشر هذا الوعي ومن خلال تعزيز مؤسساتنا المالية الإسلامية والإيمان فيها. طبعاً نجد هنا وهناك كثير من أو بعض المخالفات، ولكن ذلك لا يعني أن هناك بعض المبررات التي قد لا نراها بأم أعيننا. أنا أؤيد ما ذكره ونسعى من خلال هذه المحاضرات وغيرها إلى أن نعمق الوعي في الاقتصاد الإسلامي ونعمق دورك كفرد بغض النظر عن مكان وجودك، نعمق دورك كفرد في موضوع إحياء الاقتصاد الإسلامي بأبعاده الحلال المختلفة. بارك الله فيك، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات والإضافات القيمة. إذا ما فيه بعض التفاعلات أو الأسئلة ملاحظات أخرى تفضل دكتور، تفضل كلمة مفتوحة. دكتور حاتم افتح المايك لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أكرمكم الله وبارك الله بكم. شكرا للدكتورة خولة وشكرا للجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة وللمركز المغربي للاقتصاد التشاركي على هذا التشابك والتنسيق في المحاضرات العلمية. فيما يخص الصكوك حبذا لو أعطينا فكرة موجزة أو يكون هذا مشروع لمحاضرة قادمة. من أهم مزايا وخصائص الصكوك الإسلامية أنها تمويل محلي، تمويل ذاتي، بدل الاستعانة
بالحليف الإقليمي أو الحليف الدولي الاستراتيجي أو صندوق النقد الدولي، أي الانتقال من اقتصاد المداينة إلى اقتصاد المشاركة. فتعميق فكرة الصكوك الإسلامية في التمويل الذاتي كما أشارت الدكتورة خولة في الانتماء الوطني لدى الشباب والشريحة المتوسطة أو حتى الشريحة لن أقول الأقل فقرا أو الأكثر فقرا، ولكن أقول هي الشريحة الأكثر عددا، في أنها تشارك وتساهم في بناء الله تبارك وتعالى، أن يتيح لنا بأن نكون أقوياء في اقتصادياتنا المحلية في مواجهة تلك العملقة التي نواجهها في عولمة تحاول أن تستعبد الدول ومن وراء الدول تستعبد الشعوب. شكرا دكتورة خولة. شكرا لك دكتور علاء الدين، ونعلم أن الدكتور علاء الدين أيضا أستاذنا ونتعلم منه، وما ذكرته أستاذ دكتور علاء الدين الزعتري من سوريا، ويعني أسعد جدا وكلنا نتشرف بك بتواجدك وحرصك على تواجدك معنا. ومشروع المحاضرات القادمة هذا بيد الجمعية، والجمعية لن تقصر أبدا في نشر الوعي بهذا الاتجاه. وأكد ما ذكرته بأنه مزايا تمويل، مزايا الصكوك الإسلامية لا تقتصر فقط على الإصدارات الدولية، وإنما أيضا الإصدارات المحلية، وقد نشجع الإصدارات المحلية بشكل أكبر حتى يكون فعلا كما ذكرت التمويل ذاتي، وأن نستغني عن التمويلات الأجنبية، وهذا من الصعوبة بمكان، ولكنه مطلوب في بعض الأحيان الانتقال من اقتصاد المداينات إلى اقتصاد المشاركة. هذا ما نسعى إليه بالعناوين الضخمة هذه، نأمل أن نكون يعني حجر بناء أو لبنة في هذه السلسلة من الـ يعني لنقل سيرة الحياة التي ننتهجها. نتمنى دائما لي ولكم دائما ان نكون يعني متعاونين في هذا الخصوص، لانه علم شريف وكذلك عمل شريف، وبالتالي احنا بحاجه فعلا لمثل هذا الوعي. شكرا للدكتور علاء الدين زعتري. ودكتور محمد يعني اسفه لاني قاطعتك، ولكن دكتور علاء الدين يعني استفدنا جدا من خبرته في سالف الزمان، وندعو الله تعالى أن تعود تلك الأيام، وأن يكون متمكنا كما في بلده أيضا أن ينشر علمه خارج سوريا، وهو كذلك وهو يعمل على ذلك. شكرا لك دكتور محمد. شكرا. أيضا بالدكتور علاء، ونشكره على هذه المشاركة. إن شاء الله في مناسبات أخرى نستمع إليه حتى بإذن الله نشرف بكم بإذن الله، كما شرفنا بكم دكتور محمد ودكتورة خولة، أيضا نشرف بالدكتور علاء، وبإذن الله نستضيفه علما عندنا في الجمعية بإذن الله. الله يرضى عليك ويجزيكم الخير. إذا كان قبل أن أحيل الكلمة للمهندس حاتم بشتاوي رئيس الجمعية، إذا فيه بعض الأسئلة الأخرى أو بعض التفاعلات ألا نعم تفضل أستاذ صالح. بارك الله فيكم. أنا بدي أسأل الدكتورة، هل في برامج النشاطات الإسلامية والبنوك الإسلامية أو المصارف الإسلامية مشاركة الهيئات الشعبية في نشر الوعي وبعدين تطوير أداء الشباب ومساعدتهم في لحياة أفضل عن طريق التدريب والتأهيل إلى آخره؟ وشكرا. تفضلي دكتور خولة. أستاذ صالح، هذه يعني هذا شعارنا، نحاول قدر الإمكان نشر الوعي. المؤسسات تدعم ذلك طبعا من خلال عمل يعني سبونسرينج لهذه المؤسسات. احنا عندنا برامج عديدة في التدريب وبما يتعلق في الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي، وفعلا كما ذكرت احنا بحاجة لشباب واعي بهذا الاتجاه، لانه خريجينا في الغالب قد يكون الكريدت كارد مش معروف بالنسبة لهم او التعامل معه
يعني حسن التعامل مع مثل هذه المستجدات، وخاصة الأموال الرقمية أو الديجيتال كوينز، العملات الرقمية وغيرها. الآن العالم منفتح وإحنا بحاجة فعلا لوعي بشكل مختلف بالنسبة للشباب، وأن يكون على رأسه تحقق الحلال والكسب الحلال. شكرا أستاذ صالح. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا. طيب نحيل الكلمة المهندس حاتم البشتاوي، رئيس جمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة، لكلمة الختام إن شاء الله. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تفضل مهندس حاتم، الصوت ارفع، حل المايكرو مش مفتوح. لا، المايكرو مغلق. مهندس حاتم ما نستمع إليك. المايكرو انزل عليه، اضغط عليه حتى يفتح، اللي هو بجنب الكاميرا. لا، الصوت غير واصل الصوت. الصوت غير واصل. تكنيشن يساعد الموضوع. نعم. المهندس حاتم، سيد حاتم اسمعني لو سمحت، الصوت غير واصل، فلازم تضغط على المايكرو حتى تشغله. انت قاعد تتكلم لوحدك، ما يستمع اليك احد. اذا فيه الدكتور فاتح ولا من يستطيع ان الدكتور فاتح يتدخل فعلا، يتدخل يكلمه بالهاتف، لأنه هو يتكلم ولا ونحن لا نستمع إليه. يلا إن شاء الله، إن شاء الله كل مرة نفس الشيء. ماشي. يمكن الجهاز دكتور محمد معطل في المايك. ممكن. لأنه حاول فتحه أكثر من مرة ما زبط. طيب ننتظر أن يتواصل معه الدكتور فاتح. في سؤال على الشات. نعم، إذا في سؤال آخر إضافي. أستاذ حاتم الآن غير مسموع صوتك للأسف. تفضلي او تفضل من بكى بالدادي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. نشكركم على هذه المحاضره، نشكر الدكتوره خولة. عندي ثلاث اسئله. السؤال الاول، هل كل انواع الصكوك خاضعه لقاعده الغنم بالغرمي، خصوصا صكوك الايجاره لمن باعها ايجاره منتهيه بالتمليك؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، ما مدى امكانيه الجمع بين أنواع الصكوك، يعني كالصكوك المركبة بين المرابحة والمضاربة؟ السؤال الثالث والأخير، ما الهدف من إنشاء شركة ذات غرض خاص، وهل يمكن الاستغناء عنها؟ شكرا لكم، السلام عليكم. ما شاء الله، هذه تحتاج إلى محاضرة جديدة. طيب فعلا صدقت دكتور محمد. بشكل مختصر سريع لحد ما الأستاذ حاتم، لأنه أعتقد بأنه الوقت أدركنا. نعم. كل أنواع الصكوك، نعم كل أنواع الصكوك تخضع لقاعدة الغنم بالغرم، والتمويل الإسلامي بالإجمال يخضع لقاعدة الغنم بالغرم. ما مدى إمكانية جمع أنواع الصكوك؟ طبعا هذه صكوك مثل ما ذكرت، جمع أنواع الصكوك بمعنى عقود مختلفة تحت ظل صك واحد. فعلا هذا ما يتحقق في كثير من التمويلات الآن، عدة صكوك منها يعني بعضها مرابحة، والعديد منها يكون في مرتكز على المرابحة، وأيضا عقود أخرى وهي ما تسمى مثل ما ذكرت بالصكوك الهجينة والها. ما الهدف من إنشاء شركة ذات غرض خاص؟ الشركة ذات الغرض الخاص الهدف منها الحفاظ على مصالح المصدر بالإضافة لمصالح المستثمرين، هي تجمع ما بين مصالح الطرفين، وبالتالي هي أيضا مدير لهذا الإصدار، بحيث تكون العقود أو كافة العقود المشكلة للإصدار تحت مظلة الشركة ذات الغرض الخاص. طبعا هناك عدة أهداف أخرى
منها تسهيل موضوع الرقابة المالية، لأن هذه الشركة هي التي تجمع هذه العقود وأيضا يعني تستعين بفئات معينة لتحقيق الصكوك ومراقبة والإشراف على المشاريع، وأيضا في بعض الأحيان تنفيذها. لها عدة مهمات ولكنها ضرورية وليست إلزامية. يعني سؤال للأخت بأنه هل يجب أن تكون هناك شركة ذات غرض خاص؟ لا، هناك إدارات صدرت من غير شركة ذات غرض خاص، ولكن في الإجمال نحن بحاجة لشركة ذات غرض خاص. شكرا دكتورة، بارك الله فيك. يبدو أنه المهندس حاتم لم يحل المشكلة، أنا أدعو الدكتور فاتح. والله أنا حكيت معك أنه في عنده مشكلة. لا، الأدمين اللي إذا أنت تدير الجلسة تستطيع أن تفتح له الهاتف تبعه. مهندس صلاح معنا، يستطيع أن يفتح له، يستطيع أن يتحكم في المايكروات كلها، فيستطيع أن يفتح له. طلبت، ما بنقدر نجبره على فتح المايك، أنا طلبت منه يفتح وهو موافق. المشكلة عنده لا، هو مغلق من عنده، ما بنقدر نجبره، بقول المهندس صلاح. طيب، على كل حال احنا يعني هو بالعادة يشكر المحاضر المبدع والمحاضر والمقدم المبدع والمحاضرة مبدعة، وباسم الجمعية انا بصفتي بالهيئة الإدارية وامين الامين العام للجمعية نشكر المحاضرة المبدعة والمقدم المبدع على حسن إدارته، ونؤكد على ما قالته الدكتورة انه خلاصة ما انا رأيته ان عملية الاقتصاد الإسلامي والتمويل ليست مجرد مهارة أو نزوة فكرية كما يزعم بني علمان، وإنما هي ضرورة شرعية ودعوة عظمتها وأطرتها وبينت ملامحها وأصولها فضيلة الدكتورة المبدعة الدكتورة خولة. كل الاحترام وجزاكم الله خيرا. ودكتور محمد يختم، بارك الله فيكم أجمعين، ونؤكد إخواني على الاسم لمن أراد الشهادة أن يضع رقم هاتفه ويتواصل مع الواتس الموجود في الشات. جزاكم الله خيرا. دكتور محمد، الكلمة معك دكتور. شكرا دكتور فتح. ونختم هذه الجلسة العلمية المباركة بما سمعناه من معلومات قيمة ومن معطيات مهمة جدا فيما يتعلق بموضوع من مواضيع الساعة، وهو موضوع الصكوك الإسلامية ودورها في تحقيق التنمية. نشكر الدكتورة خولة مجددا على كل ما قدمته في هذه المحاضرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبه في ميزان حسناتها وفي حسنات الجميع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كل الاحترام، بارك الله فيكم، جزاكم الله. شكرا جزيلا.